أوضحت بعض المصادر أنه تم القبض على الأثيوبان الذين قاموا بقتل الشاب السعودي محمد بن راجح السبيعي، وحسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الأعزاء. تعرض الشاب السعودي محمد بن راجح السبيعي تعرض إلى القتل عمدا رميا برصاص، حسبنا الله ونعم الوكيل. تم قتله في منطقة جبلية. وأما بخصوص تحرك الشرطة فقد صدر بيان من المتحدث الإعلامي بأن الجهات الأمنية بمحافظة جدة بدأت التحقيق في البلاغ الذي أفاد بإطلاق النار على مواطن في منطقة جبلية غير مأهولة بالسكان، مما أدى إلى وفاته في هذه المنطقة. وأوضحت التحريات أنهم أثيوبان، حسبنا الله ونعم الوكيل. وقالت بعض المصادر أنه تم القبض عليهم، وإلى الآن لم تصدر أي جهة رسمية هذا الخبر حيث تم القبض أم لا. إن شاء الله هنوفيكم بالتفاصيل وهنوفيكم بكل جديد بإذن الله. إن شاء الله بإذن الله يكون فعلا الخبر صحيح ويكون إن هم تم القبض عليهم وياخدوا أقصى عقاب، اللهم أمين. والجهات الأمنية في السعودية أصدرت مكافأة قدرها 100,000 ريال لمن يعثر عليهم، وتم تنزيل منشور بمواصفاتهم وبلبسهم وبالصور بتاعتهم. ان شاء الله فعلا يكون باذن الله اتقبض عليهم، وان شاء الله في اي جديد هنوفيكم بيه باذن الله. دمتم بامان الله والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.